هذه التظاهرة هذا العام يعني كباقي الأعوام السابقة شهدت يعني مشاركة أكثر من 1000 عداء في جميع المستويات. هذه التظاهرة التي تلقى استحسان من طرف جميع يعني رواد ألعاب القوى، الحمد لله يعني هنا تمشي في ظروف حسنة. المشاركين لباس به من كل قطر الجزائري، وهذه عادة لولاية الجاية. النتائج راهم جد حسنة، والحد الآن راهي ولاية البرج هي اللي راهي متصدرة هذا النتائج. احنا كمسؤولين في ألعاب القوى احنا ان شاء الله باغيين باش الإعلام تاعنا يطلع في المحافل الدولية. يعني كنا حضرنا جيدا احنا باش نكون واجدين اليوم، وكنا سيبا كما ينبغي، والحمد لله راجع يعني للتحضيرات التدريبات اللي قمنا فيها على مستوى ولا مستوى مركز السجدة والتنظيم في مستوى الله يبارك ما شاء الله عليهم. الحمد لله حصلت على المرتبة الثالثة. اش وصف احنا طاس اقلقت ورانا اي سوليت لي كوسيم زيالين اون دوميناسيون توتال ولا تيزيوسيون بعد تفاعل البورت بوراري يعني وكينين نكونين.